سعيدة جدا أولا عنا توا فقرة أستوس ديكو مع هاجر. ناخذ الانديكاتيف أستوس ديكو. نكمل أستوس ديكو ونستقبل ضيفتنا الأخرى أستوس ديكو معها جورة. بونجور جورة. صباح النور. بونجور عفيفة. بونجور المستمعين الكل. نعرفك كنت ديما الأستوس خفيفة نظيف. ليه ليه نكملوا الأستوس متاعنا ونبدأ ندخلوا في اللي بعد. سيدي اليوم الراحة. اليوم باش نشوفوا الراحة في النوم. في النوم والأهمية الكبيرة نتاع النوم للإنسان. كما تعرف الإنسان يعدي ربع حياته راقد أبارامون، معناتها الإنسان السليم والنوم السليم بيان سور، مش العباد اللي تسهر واللي ترقد شوية وكل. سي تري امبورتون دو بيان دورميغ و دو دورميغ سان، معناها في صحة جيدة وفي مكان جيد، خاطر أون فيت معناها واحد كي يرقد في بلاصة ناقصة، معناتها بلاصة ضاوية، في مخدة مش مرتاحة، في فرش مش مرتاح، يأثر برشا برشا سلبيا على البدن وعلى النوم وعلى راحة الإنسان بصفة عامة، خاطر النوم هو اللي يعمل الإكيليبر نتاع العبد واللي يخلي معناتها نهاره يكون يتعدى تحفون ومزيان ويعاونوا على الكونسنتراسيون وعلى الخدمة معناتها الراحة بصفة عامة، راحة البدن مربوطة برشا بالنوم. معناها النوم حاجة هامة برشا للإنسان وللإكيليبر. فما ناس عندهم أمراض كيما الميغرين تتحادر وقت النوم سببها معناها. جوستومون يلزم معناتها يلزم ديجا النوم تكون ظلام، فهمت؟ ويفو ايفيتي باغ اكزومبل واحد في الفرش يتفرش في فيلم ولا في الفرش يبدا يسمع في الراديو، معناتها ماذا بيه النوم، معناتها بيت النوم يخليها للنوم حتى يحب يتفرج ولا يحب معناتها يسمع حاجه يسمعها لبرا وبعد يدخل بيت النوم، حتى معناتها يهيئ روحه نفسانيا لهذاك المكان الخاص بالراحه وبالهدوء وكل. نجمو نقراو باغ كونتر، القرايه تعاون برشا على النوم وتهدي الاعصاب. دونك عندنا الحق كيف الكتاب بيت النوم قبل النوم. المخده كيفاش يلزمها تكون؟ المخده كيفاش يلزمها تكون؟ مشكله المشاكل هذه. المخده كيفاش يلزمها تكون؟ بون جبنا هوني موديل صغير خاطر في الاستوديو. المخده يلزمها تكون عاليه انتر 10 و 15 سنتيمتر، ويلزمها تكون طريه ومش يابسه برشا ومش طريه برشا، معناها تكون فما ليفي فوليمينو، كي تحط راسك في الوسط يتغرس يدخل تاع سورتو الكتاف والرقبه. اي هي تكون كي تكون ديجا معناتها الراس يغطس فيها اوتوماتيكمون باش يعطي راحه للكتاف. دونك كي نشريو مخدتنا اوتوماتيكمون نحطوا يدنا في الوسط ونحاولوا تكون تدخل، معناها مش تكون يابسه ولا تكون زاده ياسر مرخيه او ما تعملش كل الايفي اللي في الوسط. دونك هذيك هي المخده اللي تكون مريحه ونافعه. ونبدلوها ماذا بينا كل 6 8 شهور، ويلزمنا زيدا نشمسوها ماذا بينا مره في النهار حتى درجه قبل ما نخرجوا نخدموا نحلوا الشباك ونحطوا معناتها نسموا شويه سورتو المخده، حتى كان لي دغا والفراشيه ما عندناش وقت نجموا نسوهم معناتها مره ولا مرتين في الجمعه، المخده ماذا بينا ديما نحطوها تتهوى. علاش؟ على خاطرها نعرقوا فيها، على خاطرها تلم برشا ديزاكاريان، على خاطرها ينجم يقعد فيها حاجات معناها دي حاجات من شعرنا، حاجات من سورتو كان واحد علاش زاده محبذ واحد ماذا بيه يداوش كل يوم، معناها بشكيكا المخده والدغان تاعو معناتها كي يرقد يبداو مريحين ويبداو معناتها نضاف دون لو سونس تاع لي زكاريان مش نتاع حاجه اخرى، فهمت؟ كيف كيف يلزمها نختاروا فرش يكون كوتون وماذا بينا الوان هاديه. دونك المخده هذه تكون هي ديجا كيما قلنا الانفلوب الراس، معناها يدخل نقولوا فيها يتغرس، احنا معناتها عندك لي فيك اللي يغطس فيها باش يكون مرتاح وياثر على الكتف وعلى الرقبه وكل. دونك هي الماتيغ تكون هكا كي القطن. كيما القطن كيما القطن تكون منفجه السوفل، يستعملوا الصوف والله الصوف دو بلوز اون بلو، ما احنا شفنا اللي نبعدنا عليه على ليزاليرجي سورتو صغارنا ديما تلاحظ اللي عندهم برشا حساسيه للصوف. انا في داري هكا برشا وبرشا عبيد نلاحظ اللي كيف كيف، مي سينو حتى الصوف قد ما نفجوه قد ما يعطينا اللي فيه هذا، معناها اللي يحمل الصوف طوميو هي حاجه ناتوريل تتغسل مره في العام وتتنفج، دونك اوتوماتيكمون تولي تعطي اللي فيه هذاك. ونعبيوها حسب التعبيه كيما قلت لك، حتى كي نجيو باش نعبيو القشره نتاعنا الصوف ديما نحاولوا معناتها بعد في الوسط نتفقدوها كيفاش معناتها ليبيسور نتاعها، ماذا بينا اليد تكون معناتها تتغرس. دونك الصوف لازمنا قد ما نفجوه قد ما يكون خير، ما كان اللي فات كي نغسلوا الصوف ديما نقعدوا بيدنا بعد ما يشيح نحلوا فيه يعطيك الايفي قطن. شنو دونك كيما قلت لك نختاروا زيد القشور تاع المخدد والملاحف يكونوا اون كوتون. الكوتون علاش؟ باش يشرب العرق وباش وديما فيبر ناتوريل، معناها باقي يعاون باش ما يشدش لي زكاريون ما يشدش لي ميكروب وما يشدش الماء يتبخر. كان واحد الناس كل تعرق في الليل حتى في الشتاء،
فهمت دونك هذيك لوميديتي تقلق وتوجع الراس وكما قلت انت معناها كي واحد يبدا عنده ميغرين لوميديتي هذيك معناتها تقلق في الميغرين في النفس سي تري امبورطون علاش لازمنا نشمسوا المخده نتاعنا باش نحيوا البورسنتاج دو ميديتي ويلزم زاد نختاروا الوان هاديه دونك بون سي فري برشا عباد يحبوا يتبعوا المود فما برشا عباد تحب لي كولور في البيت باش هكا تعطيها انيفي انيفي هكا فيتامينو مي بون حتى كي نحطوا فرش مزيان وفي برشا الوان فاقعه ماذا بينا في الليل نحيوه ونرقدوا في فرش فيه الوان هاديه كيما خاطر كيما البيج الجريج الروز البارد حتى كان معناتها يبدا ديريفي دو روج اما يبدا معناتها بارد فيه البلان معناتها خاطر كيما الموف باغ اكزومبل احمر وازرق ويبدا فيه بلان هما معناتها العائلة الروج الكل ترتح كي تبدا مخلطه مي سينو كيما نقولوا نحطوا فرش احمر يطير علينا النوم خاطر لي كولور تاثر راهو وتعطي فيتامينو الاحمر الاصفر معناها ديجا فما الوان نحطوهم في الكوجينه فما الوان حتى يعاونوا على الشهيه وي دونك يخدموا لي سيلول تاع المخ ويطيروا النوم فيه الايامات كلها مع ديكور دار مع مدام زينب برقاوي اللي هي علم نفس الالوان وتاثيرها في تأثير الدار مهم برشا مهم برشا على نفسية العبد وعلى دونك حتى كان عبد في الصباح يحب يفرش بيته بحاجة ملونة ومزخرشة ماذا بيه في الليل يرقد في حاجات هادية هكيكة راهو تأثر على الأخر على النفسية ماذا بينا زادا نحطوا معناها لوميير تميزات تبدا هكا بالنسبة للعباد اللي ما تحبش الظلام نحطوا زادا حتى كان نحبوا نعملوا بارفان دومبيونس ما تكونش قوية ما تكونش فيها سيترون فيها تفاح فيها الغلة والقوارص الكل يطيروا النوم ماذا بينا نحطوا لافاند ولا نحطوا فلور دورانجي نحطوا حاجه هاديه اللي هي تعاون زاد على النوم وعلى الهدوء ونريد بينا زاد ناخذوا تيزان دونك برشا حاجات هي ان فيت مع الالوان ومع الراحه نتاع المفروشات هي تعاون بالانسان يكون عنده نوم سليم وسويعه سورتو مع الكونتيتي نتاع النوم والكاليتي لازمها تكون باهيه بالكدا باش تعاون الانسان على ستريس وعلى الكونسنتراسيون بوندون توت لا جورني معناتها لاحظوا النوم معناتها ياثر حتى على البونتيانا واحد يبدا ناقص نوم عينيه تحوق البونتي وتبدا سيشي معناها سي تري امبورطون بور بيان دورمير واضح كانت هذه لاستيس تصورها هذيك كل مع بعضهم كل لاستيس استيس استوس معايش ذكرنا بحاجة عفيفة ايوه خلينا نشوف ضيفتنا وانت بحذية باش تقعد بحذية